يا صباح الخير عن جديد لكل المتابعين والمتابعات اللي انضموا معنا. وبلشنا هلا بفقره الطبخ. يمكن قبل شوي اخذنا الحديث ونسيت والاوضاع اللي كنا عم نحكي عليها انا ورد ومجلين ونسينا نخبركم شو هي الاكله. اليوم رح نعمل اكله طيبه لذيذه اللي هي الكانتون دجاج الصيني. اكله سريعه ممكن نقدمها بكذا طريقه، بس اليوم انا حابه اقدمها مع الشعيريه سريعه التحضير، بما انه الاولاد كثير بيحبوا لهي الاكله. بلش انا ما اعمل لهم اياها بالبيت، ولكن بفائده غذائيه عاليه، يعني يصير حبهم فيها للاكله اكثر. وانا من الناس اللي بعملها لبناتي بهذا الشكل. خلينا نتعرف على المقادير انا وياكم. هلا هون حاحتاج مثل ما انتم شايفين الكميه اللي انتم بتحبوها من الشعيريه سريعه التحضير هيك بتجي. هلا هون في عنا هون طحين، عندي هون نص كيلو من الدجاج مقطع صغير، فلفله ملونه حمراء وخضراء، وهون في عندي مجموعه من البهارات. حاحتاج صويا صوص، خل، شطه، وشوي من النشا مع الفلفل الاسود. يعني اكله ما تشوفوها هيك بس كثير 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 سهله وما بتاخذ معي وقت. مثل ما انتم شايفين هلا هون عندي الطحين، حجيبه رح احط عليه رشه من الطحين. بس قبل خليني شغل الغاز حتى يحمى عندي الزيت. هلا هون في عندي رشه من الهيل الناعم، معلقه صغيره كمان من البابريكا، معلقه صغيره من الزنجبيل. هيك هلا رح قيمهم وحركهم. يعني انا بهالحاله مثل ما انتم شايفين انا ما عملت شيء غير اني عملت للطحين تتبيله كثير خفيفه. ليه هيك عملت انا؟ مشان الدجاج عندي ياخذ قرشه، اعطيه هيك مثل غلاف من برا يعطي طعمه كثير طيبه مع الاكله. مثل ما انتم شايفين هلا رح قيمهم وحطهم فوق. وفيكم كمان اذا ما حبيتوا تحطوهم بطحين فيكم تحطوهم كمان بالكورن فلاور، بس شوي طحين بيمشي الحال بحيث عندي تتغلف بهذا الشكل. وراح نشعل الغاز الثاني لانه بدي بلش اعمل الخضره. هلا بالنسبه للخضره فيكم انتم تستخدموا اي نوع خضره بدكم، يا جزر، درة، بس انا بصراحه اليوم اختصرت على الفلفله والبصل. اذا الاولاد كمان ما بيحبوا البصل كمان ممكن تستغنوا عنه، بس بيعطي طعمه كثير طيبه. رح ورجيكم كيف صاروا معي تغلفوا. دائما بتمنى لما بدكم تعملوا هيك مثلا سندويشات على السريع تعملوا هذا الصوص اللي اليوم. طبعا انا هلا ما رح نعمله، الصوص اللي بعد شوي رح تدعوا لي عليه كثير طيب ولذيذ. مثل ما انتم شايفين تغلفت عندي الدجاج بهذا الشكل. هلا حنروح ونشوف الزيت اذا حمي او لا، بس شكله لسه بده شوي، حاستنى عليه. هلا هون انا قطعت البصله مربعات كبيره، رح اقيمها ونزلها. رح بلش هون عندي بالفليفله، وحنزل معهم هون الثوم، معلقه من الثوم. حاتركهم وبلش بفرم الفليفله. كمان بدي اياها مربعات كبيره. والله هذا شكله حد من ريحته. أكلة طيبة كتير أنا عن جد كتير بحبها، لذيذة. يعني هي كتير مشهورة أساساً كالأكلات الصينية، أشهر أكلة تعتبر اسمها كانتون. لاحظتوا قديش ما اخذت معي كثير وقت. هلا حشوف هون عندي الخضره، فيها هون يتقلوا وحضيف عليهم الفلفله الملونه وشوحهم شوي مثل ما انتم شفتوا، بصل، ثوم، والفلفله الملونه الحمراء والخضره. هلا كله بفرفر. طيب هلا انا هون بلش عندي الزيت يحمى. مثل ما انتم شايفين الزيت عندي ما كثير غريب، يعني انا بكفيني بنفس المقلايه سقطهم. مثلا ممكن مقلايه عاديه ما بيأثر، بس هي عن جد ما كثير بتاخذ زيت، يعني يا دوب سنتين. هلا رح اقيم ونزله لحتى تاخذ قرمشه بالطحين والتتبيله اللي نحن تبلناها بهذا الشكل. يعني مثل ما انتم شايفين شغلتين اللي عملناهم، الطحين الدجاج لكيته بطحين وعم بقلي، والخضره عم شوحها، وهيك تقريبا بتكون خلصت نص الاكله مو كلها، نصه كمان هيك. هيك لسه
مثل اللي عم يدور على ابره بكومة قش. لا لقينا لسه في على هالبرد. لا لسه في. يلا لسه في لسه في لسه في لسه في ما شاء الله لسه في. لا خلصوا خلصوا. لا والله لسه في لسه في. ما تتركي ولا قطعه. كل ما ارجع غوص بالهي ارجع الاقي تقولي ما شاء الله دبت فيهم البركه. انا قلت بسم الله يا رب بسم الله بسم الله. صارت عمرانه. ايدك بركه ايدك خضره. ايه الحمد لله. يعطيك العافيه. الله يسلمك. رح نشوفها النص الثاني. ما رح نخلص اول نص. كثير عن جد كثير لذيذه كثير. يلا اوكي. يعطيك العافيه. يا صباح الخير عن جديد، يا صباح البردات، يا صباح كل شيء حلو بهالحياة. خلينا نطلع دائما على الأشياء الإيجابية بهالحياة اللي هي منهم لقمة هالأكل اللذيذة اللي بتعطينا شوية طاقة، بتعطينا شوية سعادة، يعني ننسي فيها اللي عم بيصير معنا. اليوم رحت على المطبخ الصيني وعملنا كانتون الدجاج، أو فينا نقول له كمان الدجاج الصيني. عملت شغلة بقبل شوي كتير بسيطة كتير سهلة، يعني ما رح عليكم شي. اللي فتح هلأ التلفزيونات اللي اجت عنده هلأ الكهرباء أكيد ما رح عليكم كتير. هلأ هون مثل ما أنتم شايفين قطع عندي دجاج شيش، حطيتهم بطحين. الطحين حطيت له ملح بابريكا ملح فلفل وزنجبيل وهيل ناعم، خلطتهم مع بعضهم لحتى كل القطع الدجاج صار عليها طحين، وقليتهم مثل ما بقلي البطاطا بهذا الشكل. هلأ رح نبلش نحطهم، بس قبل أنا هون بلشت عندي تغلي المي. هاي الأكلة فيكم تقدموها مع رز مثلاً إذا أنتم ما بتحبوا الشعيرية سريعة التحضير، وفيكم مثل ما عملت هلأ أنا هاي رح قيمهم ونزلهم مثل ما هنن تحت. أنا ما بدي كتير ماي وخليهم يستووا على مهلهم. هلأ هون شو عملت؟ بقطعة زبدة قليت توم مع بصل وفليفلة ملونة حمرة وخضرة. عندكم بصل فيكم تضيفوا، حبيتوا تضيفوا كمان شو اسمه فطر فيكم تضيفوا، بس أنا بصراحة اليوم اكتفيت بهاي الكمية من الخضرة، أنا هيك بدي إياها. هلأ رح قيمهم وحطهم فوقهم بهذا الشكل ونشعل تحتهم الغاز. وفيكم أساساً تعملوا له تحضير مسبق، يعني تحضروا الدجاج وتعملوا هاي. هلأ حنروح لهون نبلش بالصوص اللي أنا بتمنى من كل ستات البيوت يعملوه. هلأ أنا هون حاطة معلقة عسل، بس حاولت قد ما فيني على البرد حركتها بشوية مي لحتى دابت. هلأ هون في عندي صويا صوص تقريباً معلقتين بدي قيمه ونضيفه. بدي معلقة خل أو ممكن كمان عصرة ليمون. هون في عندي هاي شطة واختيارية، شطة حدة طبعاً. رح حط هون عندي رشة من البابريكا، طعمة البابريكا مع الصيني كتير طيبة، ورشة من الملح. حاولوا تعدلوا بين الملح، يعني انتوا قبل شوي شفتوني حطيت مع الطحين شوية ملح، معناتها انا هون ما كتير بدي كتر، رشة خفيفة. هلا وهون في عندي معلقة من النشا او معلقتين تقريبا. هلا هيك معلقتين. هلا رح قيم وهي تقريبا انا هيك صار عندي الصوص جاهز بهذا الشكل، تقريبا نص كاسة وهيك صار عندي الصوص جاهز. هلأ حنروح على الغاز، ما ضل شيء أعمله بصراحة غير مثل ما أنتم شايفين هون عندي حقيم الصوص وحطهم فوقهم، وما ضل علي غير طريقة التقديم شايفينهم أكيد لكم بينوا معاكم. هأستنى على الشعيرية لحتى تستوي وحطبق لكم ياها دغري، وهيك أكلتي صارت جاهزة. ويا سلام. هلأ ما ضل غير إيمان وحطهم فوق الشعيرية اللي أنا سلقتها، وهيك ورجيكم إياها بالشكل النهائي اللي ذكرتني فيه بالسمسم. ذكرتها للشيف توهاما، قلت لها مرة بهالعمر يعني سمسم. إيه يعني كان رايح عن بالي بس ما تذكرت. والله إيه طيب السمسم معها. شكرا كثير لك شيف، بعد شوي أكيد نرجع لعندك ونشوف كيف صار طبقنا بشكله النهائي. يا صباح الخير عن جديد لكل المتابعين والمتابعات اللي ناطرين يشوفوا الشكل الصحن الصيني اللي طلع بياخذ العقل. ومثل ما انتم شايفين عن جد ليكو خلص معي اللي شوي هيك قاعد عم حط الشعيريه سريعه التحضير تحت منه هيك، ومع قطع هالدجاج والفليفله هيك مثل ما قلت لكم. كمان فيكم تضيفوا اي نوع من الخضار انتم بتحبوه للصراحه وللامانه. وشافتني مشكلين يمكن ما قدرت قاوم وعبيت زبديه. بس قد ايه قد الزبديه على اساس بس اليوم يعني؟ لا لا قد ايه قد الزبديه. ها شفتوا تبع اللبن يعني.
ايوه هالقد هيك واكلت. بتمنى من ستات البيوت اللي بيحبوا هدول القصص رهيبه رهيبه. يعني يمكن هي الاكلات سريعه التحضير، ومثل ما قلت اذا ما بدكم تحطوا شعيريه سريعه التحضير ممكن ما تنعمل مع رز كمان طيبه كثير. اذا ما بدنا نعملها للشعيريه سريعه التحضير لحالها بنحس حالنا نحن عاملين لكم اكله يا شباب، يعني على اساس حطينا كم قطعه دجاج على البيت حطي لها هيك شوي تشكيله عليها بتطلع ظريفه. لا لا بس طيبه كثير.